16 نوفمبر 1977 سافر الرئيس أنور السادات إلى القدس في خطوة لتحريك الجمود في عملية استعادة كامل أراضي سيناء والبدء عملية السلام. كان من بين الوفد المصري اللي سافر مع رئيس السادات للقدس الأديب يوسف السباعي بصفته رئيس تحرير جريدة الأهرام. أثارت زيارة السادات للقدس ضجة في الوطن العربي، وقامت معظم الدول العربية بقطع علاقتها بمصر، ووضعت جماعة أبو نضال كل اللي رافقوا رئيس السادات في الرحلة على قائمة الاغتيالات. جماعة أبو نضال أسسها صبر البنا وهو أحد المنشقين على حركة فتح عام 1973، واتخذ من بغداد مقر لحركته واللي استهدفت نشاطات الدول العربية وقامت باغتيال العديد من السياسيين العرب. فبراير 1978 وبعد مرور 3 شهور على زيارة رئيس السادات للقدس، أعلن عن انعقاد مؤتمر التضامن الأفرو أسيوي السادس لصالح القضية الفلسطينية في العاصمة القبرصية نيقوسيا. 17 فبراير 1978 وصل يوسف السباعي إلى قبرص قادما من الولايات المتحدة الأمريكية لحضور المؤتمر بصفته وزير الثقافة المصري وبصفته أمين عام منظمة التضامن الأفرو أسيوي، برغم التحذيرات المصرية ليه بعدم السفر لوضعه على قائمة الاغتيالات. 18 فبراير 1978 نزل الأديب يوسف السباعي من حجرته بفندق هيلتون بالعاصمة القبرصية، وتوجه إلى قاعة في الدور الأرضي لحضور المؤتمر. وقبل دخوله القاعة توقف أمام منفذ بيع للكتب والصحف، وفجأة قام اتنين من منظمة أبو نضال زايد حسين علي وسمير محمد خضير بإطلاق 3 رصاصات عليه أدت لمقتله في الحال. وبعدها قاموا تحت تهديد السلاح بالتحفظ على المشاركين في المؤتمر، وكان عددهم حوالي 30 شخص داخل كافتيريا بالفندق، وطلبوا من الشخصيات غير العربية مغادرة الكافتيريا، وطلبوا من السلطات القبرصية طائرة لمغادرة قبرص، وهددوا بقتل المحتجزين في حالة رفض طلبهم. استجابت السلطات القبرصية إلى طلب المجموعة وأحضرت أتوبيس لنقل الخاطفين والرهائن. طلب الخاطفين من الرهائن ان كل واحد يربط ايد زميله بالكرافتة بتاعته، وخرجوا من الكافتيريا تحت تهديد السلاح والقنابل الى اتوبيس وتوجهوا الى المطار. وصلوا للمطار وقام الخاطفين باطلاق سراح معظم الرهائن، واحتجزوا 11، كان بينهم 4 مصريين. اقلعت الطائرة وتوجهت في البداية الى ليبيا واللي رفضت استقبالهم، فتوجهت الطائرة الى سوريا ورفضت استقبالهم، وتوجهت الطائرة الى اليمن فرفضت استقبالهم، وهبطت الطائرة هبوط اضطراري في مطار جيبوتي لنفاذ الوقود. وبعد عدة مفاوضات عادت الطائرة لمطار لارنكا مرة اخرى بعد موافقة السلطات القبرصية. وصلت الطائرة لمطار لارنكا، ووصلت مجموعة من القوات القبرصية للتعامل مع الخاطفين، ووصل الرئيس القبرصي سبيروس كابريانو مع مجموعة من الوزراء إلى برج المراقبة لمتابعة العملية. ووقتها قرر الرئيس السادات بالرد على جريمة اغتيال الأديب يوسف السباعي، وقام بإرسال مجموعة من جنود الصاعقة المصرية إلى قبرص بهدف القبض على القاتلين وتحرير الرهائن المحتجزين. في الوقت ده كانت العلاقات المصرية القبرصية في أفضل حالتها بسبب موقف مصر من الأزمة القبرصية عام 1974. نالت قبرص استقلالها عن بريطانيا في عام 1960، وكان الشعب مقسم إلى جزئين، قبارصة يونانيين وقبارصة أتراك. بعد 3 سنين على الاستقلال حصلت أزمة في البلاد بسبب الخلاف على الشؤون الإدارية للدولة بين القبارصة الأتراك واليونانيين، واللي خلفت العديد من الضحايا. في عام 1974 قام القبارصة اليونانيين بانقلاب عسكري مدعوم من المجلس العسكري في اليونان، فقامت تركيا بإرسال قواتها العسكرية إلى قبرص بحجة حماية القبارصة الأتراك، واستولت على 37% من مساحة الجزيرة في الجزء الشمالي، وتم طرد القبارصة اليونانيين من الجزء المسيطر عليه من القوات التركية، ونزح 60,000 قبرصي تركي من الجنوب إلى الشمال. وفي عام 1975 أعلنت دولة قبرص التركية الفيدرالية، لكن الأمم المتحدة رفضت الاعتراف بها. وفي عام 1983 أعلن شمال قبرص الاستقلال من طرف واحد باسم جمهورية شمال قبرص التركية. وصلت الطائرة العسكرية المصرية C-130 إلى قبرص، وطلب قائد الطائرة المصرية الإذن بالهبوط في مطار لارنكا، وادعى أن على الطائرة وزير مصري حضر للتفاوض مع الخاطفين، فسمح للطائرة بالهبوط ووقفت في آخر المطار. وقتها كان السفير المصري حسن شاش موجود في المطار، وصلته برقية من مصر بتعرفه بوصول وزير الإعلام المصري للتفاوض مع الخاطفين. فقام السفير المصري بإبلاغ الرئيس القبرصي، فأرسل معه وزير قبرصي لاستقبال الوزير المصري. لما وصل السفير المصري للطيارة اكتشف أنها طائرة عسكرية مصرية وما فيش فيها وزير الإعلام المصري. اتكلم الوزير مع قائد الصاعقة واللي أخبره إنه في مهمة فدائية لتحرير الرهائن. وقتها نزل من الطيارة ضابط صاعقة مصري للاستطلاع، فتأكدت السلطات القبرصية إن الطيارة عليها وحدة خاصة مصرية مجهزة بالأسلحة.
ذهب السفير المصري لرئيس قبرص واللي كان في حالة انفعال من تصرف السلطات المصرية، لأن القوات القبرصية قادرة على التعامل مع الموقف وإنها دولة ذو سيادة. فبلغوا السفير إن القوات المصرية موجودة للدعم، وأعطاه وعد بأن القوات المصرية لن تتحرك إلا بإذن منه. قوات الصاعقة بتبقى واخدة تعليمات من قيادتها في مصر وبتنفذ التعليمات بحذافيرها، إلا إذا جالهم تعليمات يعني غير، بس برضو بتجيلهم من مصر مش من حد تاني. في الوقت ده كانت السلطات القبرصية توصلت مع الخاطفين إلى اتفاق بإطلاق سراح الرهائن مقابل الحصول على جوازات سفر قبرصية والسفر إلى اليونان. في الوقت ده أعطى قائد الصاعقة المصرية الأمر بالهجوم على طائرة الرهائن. نزلت عربية جيب عسكرية مصرية وعليها جنود وقامت بإطلاق النار، وقتها هجمت قوات الحرس الوطني القبرصي القوات المصرية ودارت بينهم معركة استمرت حوالي ساعة، أسفرت عن تدمير العربة والطائرة العسكرية المصرية ومقتل 15 من قوات الصاعقة المصرية وجرح حوالي 80 من الطرفين، وتم التحفظ على القوات المصرية. كتلي برقية من مصر إن وزير الإعلام جاي عشان يتفاوض في موضوع الرهائن والمختطفين. بلغت رئيس الجمهورية كبريانو، فقام قال لي طيب لما تيجي الطيارة خد معاك وزير فلان عشان تستقبلهم لوزير. لقينا طيارة غريبة جدا C-130 عسكرية جاية، وقفوها في آخر المطار، فروح مع الوزير القبرصي ودخلنا الطيارة ديت، لقيت واحد لابس صاعقة ونازل جري بيقول لي فين الملحق العسكري؟ قلت له أنا السفير. قال لي بصراحة أنا جاي أعمل عملية فدائية لتخليص الرهائن من المختطفين. كانت الطيارة اللي هي بتاعة المختطفين واقفة بعيد عن الطيارة اللي فيها وزير الإعلام الذي قيل أنه وزير إعلام وطلع أنه هو قائد الصاعقة. رحت الرئيس الجمهورية كبريانو لقيته وشه أحمر ومنزعج جدا، فهو قابلني بعاصفة من قال لي أنتوا جايين تحتلوا قبرص، انتوا ايه مصريين؟ حد قال لكم ان كنتوا تيجوا؟ قلت له دي مصر جايه علشان خاطر تساعدك انك تخلصك من المختطفين. قال لي انا دوله محترمه وانا ازاي ان كنتوا تعملوا كده؟ قلت له انا اديك وعد شرف ان محدش هينزل من الطياره الا باذنك، وان دول جايين تحت ات يور سيرفيس، جايين يخدموك ومش عايزين اي حاجه غير فك الرهائن وايقاف المختطفين والقبض عليهم. ما فاتش خمس دقائق على هذا الموضوع الا ما لقينا طياره عربيه جيب نازله من الطياره وقاعدين يضربهم في الهواء بالبنادق، لان الابارسه كانوا ضدنا وجالهم هلع وضربهم موتهم 15 عسكري مصري من الصاعقة، وضربوا قنبلة خلت مقدمة الطيارة فحم والطيارين ماتوا. وبدون أي إنذار وبالرغم من تحذيراتنا فنحن لن نتسامح في تدخل مصر. سيارة جيب مليئة بالقوات الخاصة والتي اندفعت من الطائرة المصرية اندفعت نحو الطائرة القبرصية وبدأت بإطلاق النيران عليها، وأنا أشعر بالأسف لأن أقول أن طلقات من الرصاص قد أصابت برج المراقبة حيث كنت هناك أعالج الموقف. لا أعرف إذا كانت عرضا وأتمنى أن تكون كذلك. لما بدأ ضرب النار يقل تم فتح باب الطائرة القبرصية، ونزل الكاتب المصري كمال بهاء الدين وطلب وقف إطلاق النار لأن الخاطفين هيسلموا نفسهم. وقف إطلاق النار ونزل الرهائن والخاطفين، فاندفع الأمن القبرصي وقبض عليهم. 20 فبراير 1978 سافر الوزير بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى قبرص للتفاوض لاستعادة الجنود المصريين وجثث الضحايا. رجع بطرس غالي في نفس اليوم لمصر، وأعلنت مصر قطع العلاقات السياسية مع قبرص وسحب الاعتراف بالرئيس القبرصي وسحب بعثتها الدبلوماسية من قبرص. دخلت في الطائرة ووصلنا إلى أكروتيري حوالي الساعة 12. طبعا أنا ما نمتش 24 ساعة، ولكن وجدت أن رئيس جمهورية قبرص ايده بتترعش، فهو برضو ما نامش. فاستخلصت من هذا اننا على قدم المساواة، هو تعبان انا برضو تعبان، وبدأنا مناقشة طويلة قوي دارت لغاية الساعة 5. قلت له انا جاي لانقاذ العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقبرص، مش عاوزين ان هذا الحادث يؤدي الى قطع العلاقات وازمة سياسية بين قبرص ومصر، وبالتالي أطلب منكم أن تساعدوني أن الأعضاء السائقة يعودوا إلى القاهرة. فقال لي عندنا مشكلتين، المشكلة الأولى أن لازم يرجعوا من غير الأسلحة. طبعا أنا ما عنديش ثقافة عسكرية فما عرفش ما المقصود بهذا، فكلمت قائد السائقة قلت له هل
توافق على انك العودة الى مصر من غير اسلحة؟ قال لا، ده دليل على ان انهزمنا، يجب ان نعود بالاسلحة. فرجعت تاني قلت له لا انا مش موافق، لازم يعودوا بالأسلحة بتاعتهم. قالت بس القوات البريطانية مش هتسمح بدخول أسلحة في قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص. وجدنا حل إن الأسلحة تبقى في صناديق، ندخل الصناديق في القاهرة وقتها يقدروا يفتحوا الصناديق وياخدوا الأسلحة بتاعتهم. وصلنا القاهرة كانت الساعة 12 أو 12 ونص، ووجدنا الوزارة كلها موجودة أو على رأسها رئيس الوزراء ممدوح حسني. قال أنت تأخرت ليه؟ قلت يا فندم العملية ما كانتش. قال لي أنت تعرف صدر قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قبرص؟ قلت يا نهار أبيض، دي الدعاية بتاعتي كلها كانت على أساس إن أنا جاي على أساس نحافظ على العلاقات الودية بين الدولتين. وفي مطار القاهرة تم استقبال رسمي للجنود العائدين من قبرص، وفي اليوم الثاني أقيمت جنازة شعبية للشهداء بحضور الرئيس أنور السادات. 9 مارس 1978 بدأت محاكمة قتلة يوسف السباعي، زايد حسين علي وسمير محمد خضير أمام محكمة قبرصية، وفي 4 إبريل 1978 حكم عليهم بالإعدام. وبعد عدة أشهر أصدر الرئيس القبرصي قرار بتخفيف الحكم عليهم من الإعدام إلى السجن مدى الحياة بسبب تهديدات منظمات عربية لقبرص بخطف طائرات أو تنفيذ عمليات إرهابية على أراضيها. وخوف من انتقام المنظمات العربية قام الرئيس القبرصي بترحيل قتلة يوسف السباعي إلى العراق دون تنفيذ الحكم صدر ضدهم. I would like to appeal to President Sadat to do his best to calm down the atmosphere in his own country as we shall be doing ourselves and to try both of us to restore the old friendship and the old cooperation we have always had and good and solid relations. I would like to appeal أود أن يصل ندائي إلى الرئيس السادات أو إلى حكام جميع الدول العربية ورؤساء جميع المنظمات العربية، لا تحولوا قبرص إلى ساحة للخلافات الدائرة بينكم. قبرص ليست المكان الخاص بهم ليحلوا خلافاتهم أيا كانت الطريقة، قبرص هي صديقة لكل الدول العربية. بعد مقتل الأديب يوسف السباعي أمر الرئيس أنور السادات بتشكيل الوحدة 777 قتال، وهي وحدة عسكرية لمكافحة الإرهاب الدولي تم تأسيسها في عام 1978 بسبب عدم إتمام عمليات قوات الصاعقة في مطار لارنكا لأنها لم تتناسب مع إمكانياتها في ذلك الوقت. قام اللواء أحمد رجائي عطية بتأسيسها في 3 شهور، وفي عام 1985 كان أداء الوحدة فعال في عملية تحرير رهائن كانوا على متن طائرة ركاب مصرية اختطفت في مالطا. الجدير بالذكر ان في 29 مارس 2016 قام المصري سيف الدين مصطفى بخطف طائرة رحلات داخلية مصرية كانت في رحلتها من مطار برج العرب الى مطار القاهرة الدولي، وهبطت الطائرة في مطار لارنكا في قبرص. قيل ان عملية الخطف كانت بسبب رغبة الخاطف سيف الدين مصطفى في الحديث مع زوجته القبرصية السابقة، وافادت تقارير اخرى انه كان عايز يطلق سراح سجناء في مصر. تم اغلاق المطار وانتهت الازمة بتسليم الخاطف نفسه، وتم الافراج عن جميع الركاب وطاقم الطائرة، وتم تسليم الخاطف الى مصر.